في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز استراتيجية الشراكة المجتمعية والتواصل البناء مع كافة الفعاليات والأطياف المجتمعية، شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم بنادي ضباط الأمن العام اللقاء السنوي بأعضاء هيئة المواكب الحسينية ورؤساء ومسؤولي المآتم بالمحافظات. جاء ذلك بحضور سعادة رئيس الأمن العام والمحافظين في إطار التعاون والتنسيق بشأن تنظيم فعاليات موسم عاشوراء، وقد ألقى معالي وزير الداخلية كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني بداية أن أرحب بكم جميعا وأتوجه لكم بالشكر على تلبية الدعوة لحضور هذا اللقاء الذي يشكل فرصة للتواصل والحرص معا على توفير مقومات نجاح موسم عاشوراء لهذا العام. وجريا على عادة هذا اللقاء، أتشرف بأن أنقل لكم تحيات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حافظ وحدتنا الوطنية ورمز قيم التسامح والكرامة والإنسانية. كما أنقل لكم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتقدير سموه لما تبذلونه جهود مشكورة وطيبة في تنظيم موسم عاشوراء. الحضور الكريم، نلتقي اليوم في إطار الحرص المشترك وتكاتف كافة الجهات المعنية وصولا إلى موسم عاشوراء آمن بإذن الله، تتحقق فيه كافة مقومات السلام العام، وأجدها فرصة طيبة لأعرب عن شكري وتقديري على ما تبديه الأوقاف الجعفرية ورؤساء المآتم خاصة من التزام وتعاون بنا حفاظا على شعائر مناسبة عاشوراء والمسؤولية التي يتحلى بها الجميع. وإن الشعائر الدينية بشكل عام هي أكثر المناسبات الروحانية التي تجمع الناس وتعزز التقارب والتسامح الاجتماعي، وإن البحرين كانت على الدوام كبيرة في ثقافتها الحضارية التي احتضنت مختلف الأديان والمذاهب واحترمت العادات والتقاليد ليعيش الجميع في تآخٍ ووئام، وقد انعكس ذلك على تعزيز روح التعاون والتواصل المجتمعي بين الجميع في هذا البلد الغالي علينا جميعا. وإن خصوصية عاشوراء بهويتها ومضمونها يضعنا جميعا أمام مسؤوليات أساسية، وفي مقدمة ذلك النهي بالمناسبة عن أي تداعيات قد تحدث جراء الأحداث التي يشهدها المحيط الإقليمي، وذلك احتراما لمقاصد هذه المناسبة والمحافظة عليها في إطارها الديني خاصة، وأن التحديات الراهنة تتطلب منا التكاتف والتلاحم والمحافظة على النسيج والتماسك المجتمعي البحريني. وفي هذا اللقاء الجامع أود الإشارة بأنه لدينا من الخطباء والرواديد المؤهلين والقادرين على إحياء مناسبة عاشوراء بكافة شعائرها كما عرفتها البحرين، محافظين على متطلبات الخطاب الديني المسؤول مع الحث على التمسك بالقيم والأخلاق الإسلامية الحميدة، وإنهم على كل حال أولى بتحمل مسؤولية المنابر والمواكب الحسينية عندنا. وفي الختام
أتقدم لكم جميعا بالشكر والتقدير على جهودكم الطيبة التي تعكس تماسكنا الاجتماعي وتحافظ على روح التعاون والتآخي بين أهل البحرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سياق متصل ألقى معالي الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة كلمة بالنيابة عن الجهات الحكومية المعنية بتوفير الاحتياجات والتسهيلات اللازمة لإحياء موسم عاشوراء، أشاد في بدايتها بالرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لموسم عاشوراء وكل المناسبات الدينية وإحيائها في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة وتسخير كافة الإمكانيات لإظهار هذه المناسبة بالشكل الحضاري المعهود الذي يليق بمملكة البحرين، مشيدا بالتواصل والتنسيق والتعاون الكبير الذي تبديه إدارة الأوقاف الجعفرية وهيئة المواكب الحسينية ورؤساء المآتم مع الجهات الأمنية والخدمية. من جهته رفع سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية أسماء آيات الشكر والتقدير إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واحترام واهتمام خاص بكافة الشعائر الدينية وفي مقدمتها موسم عاشوراء والتي يتعهدها جلالة الملك المعظم بالرعاية والعناية جريا على السنة الحميدة لأجداده وأبائه حكام البحرين الكرام، معربا عن بالغ الشكر وعظيم التقدير إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم بمناسبة مبادرات العفو المتتالية والتي تجسد الحرص الأبوي الكبير الذي يليه جلالته لشعبه الوفي. هذا وقد عبر أعضاء هيئة المواكب الحسينية ورؤساء ومسؤولو المآتم عن بالغ الشكر والتقدير لمعالي وزير الداخلية على تعاونه وحرصه على توفير كافة التسهيلات لإنجاح موسم عاشوراء، منوهين بدور المحافظات في المتابعة والتنسيق المستمر ومؤكدين على أهمية العمل على تعزيز أواصر المحبة والاحترام بين أفراد المجتمع. التقدير والتثمين إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على رعايته لكل المناسبات الدينية ورعايته واهتمامه ومتابعته ومساعده لكل هذه المناسبات الدينية ومنها شعيرة عاشوراء، والشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على تنفيذ توجيهات جلالة الملك وإنفاذها إلى كافة الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة، والشكر موصول إلى معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله على الدور الريادي اللي تقوم بوزارة الداخلية للمحافظة على أمن وأمان وتنظيم المجتمع. في هذه المناسبة أود أن أرفع أسمائات الشكر والتقدير إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم على دعمه ومساندته للمواكب الحسينية وإعطاء توجيهاته السامية لتقديم أفضل السبل لإظهار هذه المواكب بالمظهر اللائق. طبعا هذا ليس بغريب على جلالة الملك، وهو الراعي الأول لحرية الأديان وممارسة الشعائر الدينية. الشكر الجزيل إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمه ومساندته ومتابعته تنفيذ توجيهات جلالة الملك. الشكر الجزيل إلى معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية. طبعاً لقد تشرفنا اليوم بلقاء معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، اللي في الحقيقة عودنا على هذا اللقاء مع بداية شهر عاشوراء من كل عام. تطرق اللقاء لبين مجموعة من الأمور المتعلقة بتأدية الشعائر الحسينية وخروج المواكب الحسينية.
والدور الكبير اللي تقوم بوزارة الداخلية في تأمين الأمن والأمان والاستقرار لإنجاح هذا الموسم. ولله الحمد قيادتنا مهتمة في هذا الموضوع وعطيتنا من الأولويات المهمة في التراث والشعائر والعقائد. احنا ولله الحمد في البحرين ما اعتقد يعني عندنا شيء ناقص بهذا الموضوع. إذا عندنا أي قصور أو أي شيء عندنا الجهات المعنية كلها أبوابها مفتوحة لهذا الجانب، وإلى إحياء هذا الموسم وإظهاره بصورة الصحيحة كالمعتاد. بقى علينا إحنا دور أيضا كمآتم متولين ومعزين ومستمعين وخطباء أن يكون إلينا الدور اللي نحفظ فيه التوازن في هذا البلد، ونجعل من هذا الموسم موسم تآخي وتحابب وتوادد. والله هذا الاجتماع اعتدنا عليه سنويا واجتماع دائما مثمر إن شاء الله، واهتمام من لدى القيادة الحكيمة سيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه ولي عهده الأمين، واهتمام مباشر من معالي وزير الداخلية، وهذا يدل على حرص القيادة الحكيمة على هذه المناسبة ونجاحها بأتم وجه. بداية أتقدم جزيل الشكر والامتنان إلى معالي وزير الداخلية الله يطول لي بعمره ويحفظه على هاي الرعاية الكريمة. احنا طبعا في السنوات السابقة تعودنا على هذه الضيافة الطيبة ومشكورين، والشكر موصول إلى جميع الوزارات وإلى جميع الهيئات اللي يشتغلون ليل ونهار عشان يوفرون الخدمات ويخلون هاي المناسبة تطلع في صورة حلوة. ويعني احنا شنو نطلبها أكثر؟ احنا تعودنا في البحرين نعيش في أمن وأمان، والحمد لله هذا الشيء موجود.